للزميل إسماعيل الشيباني من مركز الأخبار على هذه الجولة الصحفية اللي من خلالها أكيد تعرفنا على أهم وأبرز أخبار الشارقة لهذا اليوم وهذا الصباح. مشاهدينا مستمرين متواصلين معكم في فقرات صباح الشارقة. وصلنا إلى فقرة أخرى من هذه الفقرات وفقرة الصحة حياة، ويشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا الجسم التي تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، ولكن معدلات الشفاء تتحسن بالنسبة لأنواع كثيرة من السرطان، وذلك بفضل التحسينات في طرق فحص السرطان وعلاجه. حول التطورات الحديثة في مجال السرطان نرحب معكم مشاهدينا بالدكتور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والسرطان وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة، وكذلك رئيس جمعية الإمارات للأورام. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور. يا مرحبتين وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وبإذن الله إن شاء الله يستفيدون المستمعين من اللقاء. الله يسلمك ويعافيك، حياك الله دكتور. في البداية قبل ما نتكلم عن التطورات الحديثة في علاج السرطان، لله الحمد تطورات كبيرة وخاصة في دولة الإمارات، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة ودعمهم في هذا المجال بالتحديد. نتكلم عن ماهية السرطان وكيف يحدث السرطان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرتي في المقدمة، السرطان عبارة عن خلايا تقوم بثورة في الجسم، يفقد الجسم السيطرة على هذه الخلايا وتقوم بالانتقال من أماكنها الطبيعية إلى أماكن حساسة مثل الكبد مثل المخ، ويؤدي إلى ضغط على أعضاء الجسم، ومن ثم أيضا يؤدي إلى الوفاة بسبب فشل في أعضاء مهمة في الجسم، كمثال منطقة الكبد التي هي جدا مهمة لتقليل السموم في الجسم. فعندما يفقد الجسم السيطرة على هذه الخلايا السرطانية يؤدي إلى, إلى, إلى مضاعفات ومن ثم الوفاة. ولكن كما ذكرتي معدلات الشفاء جدا عالية والله الحمد، وبنذكر إن شاء الله بعض التفاصيل في أثناء اللقاء. الحمد لله. تكلم عن أبرز أسباب الإصابة بالسرطان. نعم. هل العامل الوراثي هو سبب من الأسباب؟ هل نمط الحياة اللي الشخص يتبعه ممكن أن يكون سبب كذلك؟ نعم، كل ما ذكرتي صحيح، ولكن إحنا دائما لما نفكر في أسباب السرطان نفكر فيها بطريقة جدا بسيطة، هي أسباب نستطيع التحكم بها وأسباب لا نستطيع التحكم بها. بكل بساطة العوامل الوراثية هي فقط عبارة عن 10% من مجموع الأسباب التي تسبب أمراض السرطان، وهذه أحد الأسباب اللي إحنا ما نتحكم فيها. الواحد يورث جينات من أبوه من أمه، يمكن يكون فيها عطب لا قدر الله، هذا العطب يؤدي إلى سرطانات مستقبلية، ولكن مرة ثانية هي عبارة عن نسبة بسيطة جدا من المصابين بأمراض السرطان. أسباب أخرى لا يستطيع الإنسان التحكم بها هي الأمراض المزمنة. مثلا التهاب في الكبد مزمن، أو التهابات في القولون أو تقرحات في القولون، وأيضا البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة ممكن تؤدي إلى التهابات مزمنة تؤدي إلى سرطانات مستقبلية. هذه عن الأشياء اللي ما نتحكم فيها. ولكن شو الأشياء نقدر نتحكم فيها؟ التدخين، التدخين طبعا احنا كلنا نعرفه، ولكن يسبب 16 نوع من أنواع السرطان، ونوع آخر ذكرناه أيضا سابق في لقاءات سابقة هي السمنة. السمنة تؤدي إلى 13 نوع من أنواع السرطان. أيضا الغذاء، الغذاء أيضا جدا مهم، الإكثار من اللحوم الحمراء، اللحوم المعلبة، الوجبات السريعة تؤدي إلى زيادة في الوزن وأيضا تؤدي إلى سرطانات مستقبلية. وأيضا هناك عوامل أخرى نستطيع التحكم بها هي الرياضة والحركة. الرياضة والحركة جدا مهمة، دراسات كثيرة تشير على أن الإنسان الذي يؤدي الرياضة أو يمارس الرياضة بشكل مستمر هو عرضة أقل، ما نقول أن تماما ولكن عرضة أقل للإصابة بالسرطان. وفي النهاية احنا دائما نقول السرطان لا يوجد سبب واحد، هناك أسباب كثيرة متداخلة، أسباب شخصية جينية بيئية تؤدي إلى ارتفاع نسبة خطورة الإصابة بالسرطان. نعم، وإحنا دكتور أحمد نتكلم عن أهمية الفحص الدوري والمبكر لمرض السرطان، نتكلم عن هذا الجانب وهذه النقطة بالتحديد. نعم. طبعا الفحص المبكر الفكرة هي أن الشخص يفحص عندما لا توجد لديه أي أعراض بتاتا. نعم. وإحنا الإشكالية معظم الناس تعتقد تقول أنا ما عندي أعراض، يعني ليش أفحص؟ ولكن هذا هو الشخص المناسب للشخص للفحص المبكر. نعم. الفحص المبكر طبعا هناك يعني يمكن يطول فيه الحديث، ولكن بكل بساطة الإنسان إذا بلغ من السن 40 سنة من دون أي تاريخ مرضي، لا يوجد، مو بشرط أن يكون عنده تاريخ عائلي للمرض. للنساء بداية فحص السرطان الثدي بشكل سنوي، للرجال والنساء أيضا فحص سرطان القولون بشكل سنوي، سرطان البروستات يبدأ فحص عن طريق الدم أيضا من سن 50، وأيضا للمدخنين جدا مهم
فحص عن طريق الأشعة الخاصة بالرئة عند بلوغ سن 50 للمدخنين. وأيضا سرطان عنق الرحم يبدأ الفحص له من سن 25 ويجب أن يتم بشكل سنوي أو كل سنتين للتأكد من عدم وجود أي أعراض أو أي مؤشرات تدل على خطورة أو نسبة وجود يعني أي خلايا ممكن تتحول إلى سرطانية في المستقبل. نعم دكتور أحمد، إذا حس الشخص بأي عرض من هذه الأعراض التي تخص مرض السرطان فهذا ما يعتبر فحص مبكر إذا راح فحص بعد ما حس بالأعراض صحيح؟ نعم. طبعا الفكرة هي مرة ثانية أن الشخص طبيعي ما عنده أي أعراض هذا هو الشخص الذي يفحص مبكرا، ولكن إذا الشخص عنده أعراض أخرى هذا لا، الفحص بيكون يعني فحص خاص للبحث عن أسباب، مش شرط أن يكون سرطان ولكن للبحث عن أسباب الأعراض اللي عنده والآلام اللي عنده حتى يكون هناك تشخيص سليم. نعم. بالنسبة لمريض السرطان دكتور، نتكلم عن أهمية الحالة النفسية. أنا أعتقد أن العامل النفسي يلعب دور كبير في تسريع عملية الشفاء أو حتى تفاقم المشكلة وتفاقم أعراض المرض صحيح؟ نعم. طبعا جدا مهم الحالة النفسية، ولذلك احنا ايضا كمتخصصين في هذا المجال دائما نعتني بالجانب النفسي للمريض من ناحية طريقة إيصال المعلومة، إيصال معلومة لشخص انه مصاب بالسرطان ممكن فيها صعوبة على الطبيب وايضا على المريض، لان في النهاية خاصة اذا كان المرض في مراحل متقدمة جدا لازم يكون طريقة إيصال الرسالة الى المريض بالأمل، أن الأمل موجود، أن العلاج موجود، طرق علاج حديثة موجودة، وبإذن الله هي تحسن أو تعزز فرص النجاة بإذن الله من هذا المرض بإذن الله. نتكلم عن التطورات الحديثة. نعم. والعلاجات الحديثة في مجال أمراض السرطان. نتكلم عن العلاج المناعي، آلية عمل هذا العلاج وشو مفهوم هذا العلاج؟ نعم. دكتور أحمد، نعم، مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء ما هو السرطان. السرطان ليس فقط عبارة عن خلايا. نعم. تقوم بمهاجمة أعضاء مختلفة من الجسم، ولكن هذه خلايا ذكية تقوم بإقناع الجسم وخاصة الجهاز المناعي بأن هي عبارة عن خلايا صديقة. نعم. وفي هذه الأحيان يقوم الجهاز المناعي الذي هو من دوره أيضا ليس فقط محاربة العدو ولكن أيضا محاربة أي خلايا سرطانية في الجسم. نعم. فهذه الخلايا السرطانية بإفراز هذه المواد الكيماوية والهرمونات في داخل الجسم تقنع الجهاز المناعي بأنها صديقة، فيقوم الجهاز المناعي بالتغاضي عنها. ولكن العلاج المناعي الحديث الذي يعتبر أحد التطورات الحديثة في علم علاج الأورام والسرطان يقوم بإيقاظ الجهاز المناعي الذي تم خداعه من السرطان وخلايا السرطانية. نعم. بأن يقوم مرة أخرى بدوره ويقوم مهاجمة خلايا السرطانية والسيطرة عليها. وهذا مفهوم بسيط جدا. هي بس ندخل تفاصيل أكثر. نعم. كيف يتم يعني مثل ما قلت أن توعية الجهاز. نعم. المناعي في جسم الإنسان. نعم. هل هناك تقنيات حديثة تستخدم؟ كيف يتم العلاج؟ هو عبارة عن دوائر داخلية. نعم. تقوم بتنشيطها العلاجات المناعية، تقوم بفتح هذه الخلايا أو الدورات الداخلية في الخلايا الطبيعية الجهاز المناعي، وتقوم بتعريف الخلايا السرطانية إلى 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 الخلايا التي تقوم بالدفاع، وبهذه الطريقة يكون هناك عبارة عن طريق يعني ما تقولين تسلسل الأحداث. نعم. ما يؤدي إلى إيقاظ الجهاز المناعي ومن ثم الهجوم على الخلايا السرطانية والتخلص منها بإذن الله. بإذن الله. هناك ما يسمى دكتور بطب الأورام الشخصي، على ماذا؟ نعم. يعتمد هذا؟ نعم. طبعا طب الأورام الشخصي والعلاج المناعي يعتبر جزء من عبارة عن في السابق أو في السنوات السابقة، لو مثال بسيط مريض السرطان الثدي كل مرضى السرطان كانوا يعالجون بعلاج واحد فقط. نعم. أما حاليا الشخصي نقوم بتقييم كامل، دراسة الخلايا، دراسة الطفرات الجينية، دراسة عدة أمور أخرى خاصة بالطفرات الجينية في الورم، ومن ثم تحديد نوع العلاج لكل شخص مختلف عن الآخر، حتى لو كانوا عبارة عن نوع واحد من السرطانات بشكل عام، ولكن عند الدخول في التفاصيل نعرف أن كل شخص يتطلب علاج خاص مختلف يعني عن الآخر. نعم. نتكلم عن الجراحات الروبوتية. نعم. وأهمية الروبوتات، هل تم توظيف الروبوتات في علاج أمراض السرطان بمختلف أنواعها دكتور؟ طبعا، والعلاج الخاص بالروبوتات في الدولة موجود منذ عدة سنوات. والفكرة هي عبارة عن أن الطبيب الجراح متخصص في علاج أو استئصال أورام سرطانية
يستخدم هذه التقنيات الحديثة عبارة عن روبوت مبرمج بطريقة خاصة للدخول بطريقة مناسبة إلى مكان الورم واستئصال الورم بطريقة مناسبة من دون إحداث أي خلل أو أي أعراض جانبية أو أي يعني إشكاليات في المنطقة المحيطة للورم، فبذلك يقلل الأخطاء الطبية، يقلل من حصول مضاعفات للمريض، وأيضا يعزز من فرص الاستئصال كامل للورم. بالنسبة للروبوتات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة دكتور حميد، دائما في تطور مستمر، كيف يتم يعني مواكبة هذا التطور من قبل الاستشاريين، من قبل الأطباء المختصين كذلك؟ نعم. في مجال علاج أمراض السرطان. نعم، طبعا يعتبر مجال السرطان من أكثر المجالات تسارعا. نعم. من الناحية العلمية، يعني الأخبار أو الأمور العلمية الخاصة بمجال السرطان يعني تكون يعني بشكل يومي. نعم. المتابعة المستمرة، النقاش مع أطباء من دول مختلفة، جمعية الإمارات للأورام تقوم بدور كبير في هذا المجال. الحمد نقوم لله. بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، الجمعية الأوروبية للأورام، الجمعية الأمريكية للأورام، هناك اجتماعات مستمرة بيننا وبينهم للنقاش والاطلاع على آخر المستجدات، وأيضا العمل في أبحاث بيننا تعاون كبير كجمعية الإمارات للأورام وهذه الجمعيات اللي ذكرتها في ناحية الأبحاث. عند القيام بأبحاث طبية نطلع على آخر مستجدات ونقوم أيضا بمساهمة في تطوير النظام الصحي من ناحية آخر التطورات في مجال الأورام والسرطان. نعم. هل هناك تحديات دكتور تواجه الأطباء في هذا المجال وخاصة مع استخدام اليوم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؟ نعم، التحديات طبعا هي دائما موجودة. التقنية أو التكنولوجيا لا تغني عن الطبيب، لأن نعم. في النهاية علاج السرطان هو علاج معقد يتطلب نواحي نفسية، التكنولوجيا أو الروبوتات لا تستطيع يعني تقييم العامل النفسي للمريض وتدخلها في خطة العلاج، وأيضا هناك تحديات أخرى. أنا أعتقد أن التكنولوجيا تلعب دور كبير جدا في الوقت الحالي، ممكن أن تساعدنا بشكل أكبر في المستقبل، ولكن حاليا لا تغني عن وجود الطبيب المتخصص في هذا المجال الذي يستطيع أن يحيط بجميع النواحي النفسية والعلمية وآخر الطوارئ الطبية في تشخيص وعلاج مريض السرطان. نعم. دكتور أحمد، بالنسبة للخزعة عن طريق الدم، هل نعم. الخزعة هذه تندرج ضمن التشخيص ولا ضمن العلاج؟ نعم. ولا الاثنين مع بعض؟ طبعا هذا سؤال جدا جميل، وأنا بأخذ هذه الفرصة أذكر موضوع الخزعة. دكتور. موضوع الخزعة دائما في نقاش بيننا وبين المرضى، هناك يعني بعض الأفكار غير صحيحة. نعم. أن عند استئصال أو أخذ خزعة للمريض بالسرطان أو شك في السرطان يؤدي إلى انتشار في الجسم. للأسف هذا المفهوم غير صحيح. صح. لا يتم استئصال أو عمل أي إجراء لمريض السرطان من دون أخذ خزعة، والخزعة جدا مهمة ولا تسبب أي انتشار للسرطان. وحتى لو المريض رفض أن يسوي الخزعة، في النهاية بيخلي الموضوع ينتشر والورم يزيد من دون أن يكون هناك تشخيص سليم. الخزعة عن طريق الدم هي طريقة حديثة جدا لتشخيص الأورام، تستخدم في بعض الأحيان عندما لا يكون هناك قدرة على أخذ الخزعة بطريقة آمنة. على سبيل المثال، إذا كانت الخزعة في مكان حساس وصعوبة الوصول إليها، فتكون طريقة مناسبة وهي عبارة عن فحص دم بسيط. نعم، ذكرت أن الخزعة تكون عبارة عن فحص دم بسيط. نعم. هل هناك أعراض أو آثار جانبية؟ مثل ما ذكرت دكتور هناك مخاوف كثيرة. نعم. شو الأعراض الطبيعية أو هناك لا توجد أعراض؟ بس السؤال، يوم ياخذون منك دم حق اي فحص شو الاعراض؟ لا ما نحس بشيء. خلاص، بس يمكن الم بسيط، عباره عن خزعه بسيطه او وخزه بسيطه. نعم. مكان اخذ الدم فقط لا غير. نعم. ذكرت دكتور حميد قبل شوي نقطه جدا مهمه ومحور. نعم. ضروري بالنسبه لعلاج امراض السرطان، اهميه البحوث الطبيه. نعم. لعلاج امراض السرطان، شو اهميتها وفائدتها بالنسبه للمريض كذلك بالنسبه للاطباء والمختصين في هذا المجال؟ نعم، طبعا من دون أبحاث طبية ما بيكون هناك أي تطور طبي، ليس فقط في مجال الأورام والسرطان ولكن في جميع المجالات. نعم. احنا في جمعية الإمارات للأورام الحمد لله دورنا جدا كبير. العام الماضي نشرنا 18 بحث طبي في مجلات ودوريات عالمية ولاقت استحسان جدا كبير. الهدف من التعاون على نشر أبحاث طبية يعطينا أيضا نظرة مستقبلية على الأشياء التي تدور في المجال العلمي، نستطيع أن نطور من أنفسنا وأيضا من البيئة المحيطة بنا من ناحية آخر التطورات،
ومما يسهم في تعزيز العلاج للمرضى عن طريق البحث العلمي. بعطيك مثال جدا بسيط، موضوع الكوفيد 19، وين بنكون اليوم اذا ما كان في موجود الفاكسينيشن من دون بحث علمي؟ البحث العلمي ضروره، البحث العلمي جدا ضروري لتحسين وتطوير جميع انواع العلاجات ما فيها علاج مرضى السرطان. نعم، نتكلم عن السرطانات وانواع السرطان دكتور، نتكلم شويه على نطاق الدوله، دوله الامارات، شو اكثر انواع السرطان شيوعا في دوله الامارات؟ نعم. طبعا حسب الاحصائيات الرسميه التي تم نشرها قبل عده اشهر من اللجنة الوطنية للأورام في وزارة الصحة، نعم، عدد الحالات في 2017 حوالي 4200 حالة بمعدل 11 إصابة يوميا. نعم. الوفيات حوالي وفيتين أو حالتين وفاة يوميا بمعدل 995 حالة في السنة. طبعا هي أرقام طبيعية، أرقام أيضا تعكس الأرقام العالمية أيضا. أكثر الأورام انتشارا، خلنا نتكلم عن الرجال، سرطان القولون، من ثم اللوكيميا وهو عبارة عن سرطان الدم، ومن ثم سرطان البروستاتا. في النساء مثل ما نعرف جميعا سرطان الثدي هو أكثر الأنواع، ويليه ثم سرطان الغدة الدرقية، وثالث نوع هو أنواع سرطان القولون والمستقيم. هل تختلف أعراض مرض السرطان باختلاف نوع المرض دكتور؟ نعم، الإجابة هي نعم ولا. هناك أعراض عامة وشمولية لمعظم السرطانات، التعب، الخمول، نقص الوزن، الحالة البدنية العامة يكون في تعب وإرهاق مستمر. هناك أعراض خاصة لأنواع مختلفة، يتكلمنا عن سرطان الثدي يكون في ألم في المنطقة، يكون في تكتلات، يكون في أيضا بعض الأحيان آلام في الكبد إذا كان في انتشار. سرطان القولون يكون هناك في إمساك، يكون في نزول دم أعزكم الله، وأيضا يكون في آلام في البطن. فهناك أعراض عامة لجميع السرطانات إذا كانت متقدمة، وأيضا يعني خاصة لكل نوع من أنواع السرطان. وأخيرا مثلا سرطان المخ يؤدي إلى صداع مستمر ويؤدي إلى ترجيع أيضا إذا كان هناك في حالة متقدمة. نعم، هذا بالنسبة لي بالنسبة للأعراض. نتكلم دكتور عن التشخيص، هل نعم. التشخيص كذلك يختلف من حالة إلى حالة أخرى أو من مرض إلى مرض آخر؟ نعم، طبعا أكيد طريقة التشخيص وطريقة الوصول للتشخيص المناسب تعتمد على الأعراض اللي يتقدم بها المريض إلى الطبيب. إذا كان هناك مثال يعني أعراض في البطن من ناحية آلام مستمرة أو عبارة عن إمساك مزمن أو خروج دم، بهذه الطريقة نحتاج نعمل مناظير خاصة للتأكد عدم وجود أي التهابات مزمنة أو أي سرطانات. إذا كان هناك تغيرات مثلا في منطقة الثدي، نحتاج أشعة مقطعية وأشعة خاصة وسونار لمنطقة الثدي لتشخيص الورم أو تشخيص الشك في وجود الورم. دائما أحب نستخدم كلمة الشك لأن بعض الأحيان لا يعني ما يكون في سرطان، ولكن يكون هناك في شك في موضوع السرطان، فنحتاج أن نقوم بهذه الإجراءات للتأكد في وجود سرطان أو عدم وجوده. شو العوامل التي تساهم في تسريع عملية العلاج دكتور بالنسبة لأمراض السرطان بأنواعها المختلفة؟ نعم، طبعا أول شيء هناك جانب على المرضى أو عامة المجتمع، وأيضا هناك عامل على الأطباء العاملين في هذا المجال. نعم. دائما احنا نطلب من عامة الناس عدم تجاهل أي أعراض مزمنة ممكن تصيبهم. طبعا احنا دائما للأسف يعني في مرضى كثير يكون عندهم أعراض لسنوات طويلة، نعم، ويتم تجاهلها بسبب الانشغال، بسبب يعني المريض يقول يعني أنا تعبان، ممكن على الأغلب أنا ما أرقد زين، عندي نقص فيتامين دال، عندي أشياء أخرى، ولكن في النهاية يتبين أنه بوجود سرطان في مراحل متقدمة. فنحن نطلب من عامة الناس وأيضا المجتمع عدم تجاهل أي أعراض طبية، وطلب رأي المتخصصين في هذا المجال إذا كان هناك أي أعراض طبية بغض النظر عن وجود شكل السرطان أو لا. الجانب الآخر هو يتعلق بالأطباء. طبعا احد الاشكاليات التي ممكن ان تحصل يعني هو تاخير تشخيص مرض السرطان لفترات طويله، وخاصه في صغار السن. صغار السن احنا نتكلم عن سن العشرين، سن الثلاثين. الارقام تشير على ان واحد من كل خمس اشخاص يشخص في دوله الامارات بسرطان القولون هو تحت سن الأربعين. نعم. ومعظم الاطباء يعني يعتقد، وهو التعليم التقليدي اللي احنا تعلمناه في جامعاتنا واثناء التعليم، ان السرطان يصيب كبار العمر، ولكن الواقع يتغير على مستوى العالم. سرطان الثدي وسرطان القولون
يصيب أيضا صغار السن في سن 20 وسن 30، وهذا ممكن يؤدي إلى تأخير في التشخيص. ونحن كدورنا كجمعية نقوم بيعني زيادة الوعي بين الأطباء بخصوص هذه الأرقام وهذه التشخيصات حتى يتم التشخيص السليم في مراحل مبكرة. نعم، حتى دكتور أضيف على كلامك، يعني ما قصرت، كفيت ووفيت، ولكن حتى الأطفال والمراهقين ممكن أن يصيبوا بأمراض السرطان بأنواعها المختلفة. كيف يتم التعامل مع الأطفال؟ العامل النفسي مثل ما ذكرنا جدا مهم. طفل يمكن يحس بهذه الأعراض أو يشعر فيها لكن ما يعرف كيف يتعامل مع هذه الأعراض وكذلك كيف يتعامل مع العلاج. نعم، طبعا تشخيص الأورام في الأطفال فيه صعوبة، لأن الأطفال بشكل عام ممكن يعني يكون عندهم يعني أعراض بسيطة. معظمنا يعتقد أن الطفل يعني يحاول يتهرب من الدراسة، يحاول يتهرب من بعض الأمور، يحاول أنه يجد يعني عذر، عندي صداع، عندي بطني يعورني، وهذه أيضا أعراض شائعة في الأطفال. فدائما النصيحة هي إذا كان هناك استمرار في الأعراض بشكل مستمر، خاصة صداع مستمر أو أعراض أخرى من ناحية نزول في الوزن من غير أي تشخيص واضح أو آلام في البطن مزمنة، إحنا ما نقول أن دائما هذا سرطان، ولكن يجب أخذ الموضوع بعين الاعتبار ومحاولة التشخيص السليم. يمكن يكون عنده يعني إذا كان عنده صداع مستمر عنده إشكالية في النظر، إذا حليناه حل الموضوع. يعني مش شرط انه يكون يعني اورام خبيثه، ولكن دائما نحاول نحن نبحث عن التشخيص المناسب. وفي النهايه ناس ان الشخص او الطفل هذا لا قدر الله، اذا لا قدر الله في اي ورم، يكون تشخيصه بشكل مبكر ان شاء الله. متى يجب زياره الطبيب؟ يعني متى نقول يمكن هذه الاعراض خفيفه، نزلت برد على سبيل المثال، صداع خفيف يمكن يسببها مرض مثلا الانفلونزا وغيرها من الامراض التي تعتبر امراض موسميه او امراض عاديه، ومتى يجب زياره الطبيب؟ يعني اذا العرض استمر كم يوم او كم اسبوع؟ طبعا يعتمد على العرض. احنا عندنا اعراض عامه. الاعراض العامه هي التعب الشديد والارهاق المستمر بدون اسباب واضحه. اذا استمرت اسابيع، عندك نقص الوزن الواضح من دون ما يكون الشخص يحاول انه يفقد وزن بس قاعد ينزل وزنه. التعرق الشديد جدا خاصة أثناء الليل ممكن تكون علامة على علامات الإصابة أيضا بالسرطان. أيضا الأعراض المتعلقة بالجهاز الهضمي من إمساك مزمن جديد أو نزول أي دم بشكل من الأشكال، وأيضا عدم القدرة على الأكل بشكل طبيعي أو صعوبة في البلع. هذه الأعراض يجب أن يتم تقييمها بشكل مباشر بدون أي تأخير. نعم، برجع لموضوع جدا مهم ومحور جدا مهم دكتور حميد، عامل الوقاية. الوقاية دائما خير من العلاج. صحيح. فتكلمنا عن نمط الحياة اللي ممكن يتبع الشخص اللي من خلاله يحافظ على صحته وصحة الجسم ويقوي المناعة، بالتالي الجهاز المناعي يحارب الكثير والعديد من الأمراض المزمنة منها أمراض السرطان. نتكلم عن كذلك الوقاية، نتكلم عن التطعيمات. هل هناك تطعيمات تقي من أمراض السرطان؟ أكيد طبعا، هناك تطعيمات خاصة بالتهابات الكبد المزمنة، أيضا التهابات الفيروس الحليمي. هذه التطعيمات تقي، الأول يقي من سرطان الكبد، الثاني يقي من سرطان عنق الرحم. فهذه أيضا هي موجودة ومشمولة ضمن التطعيمات الوطنية، وإحنا أيضا ننصح الجميع بأخذ هذه التطعيمات حسب ما يراه الطبيب المختص الذي يقوم مراجعة تطعيمات الشخص. الوقاية مثل ما ذكرتي، وأنا هذه الجملة جدا أجدها جدا مهمة، الوقاية والفحص المبكر هما الطريقة الأساسية والوحيدة للوقاية من السرطان. إذا احنا اتبعنا الفحص المبكر والوقاية ممكن نؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بالسرطان والإصابات المتقدمة بنسبة 60%. بكل بساطة المتابعة بشكل مستمر مع أطباء مختصين في هذا المجال، المحافظة على الوزن والطعام الصحي، الابتعاد عن الطعام الذي يكون فيه كميات كبيرة من الدهون أو من اللحوم، الانقطاع عن التدخين، ابتعاد عن التدخين جدا مهم. أرقام التدخين دولة الإمارات قاعدة تزيد خاصة في الأطفال من ناحية الأطفال المدارس والجامعات. هناك دراسات دولة الإمارات تشير زيادة حتى 28% من طلاب الجامعات يقوم بالتدخين بشكل أو بآخر. جدا مهم نحاول نسيطر على هذه الأشياء ونحاول نقننها حتى لا تكون هناك زيادة مستقبلية في حالة السرطان. نعم دكتور حميد، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة والعافية، تقومون بالكثير من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال بالتحديد. وفي أحد الدراسات قريت وأحد البحوث أن السرطان يعتبر مرض مزمن وليس مرض مميت، صحيح؟ نعم.
نوضح نعم. هذه الفكرة للمشاهدين. جدا مهمة طبعا، هذا الفكرة جدا مهمة، وخاصة المصابين بسرطانات متقدمة. نعم. مرحلة الرابعة قبل 10-15 سنة كانت تعتبر عبارة عن حالة ميؤوس منها. الحمد لله حاليا بتطور الطب ووجود علاجات جدا جدا يعني حديثة، المريض يعيش سنوات طويلة. دائما أنا بتكلم مع المرضى في عيادتي وتشخيص يكون متقدم، أفهم المريض أن هذا المرض عبارة عن عرض مزمن، يسألني كم مدة العلاج، أسأل أقول له كم مدة علاج الضغط أو السكر، هي فترات طويلة مستمرة مدى الحياة. ونفس الفكرة السرطان يتعامل معه كمرض مزمن، ما نخلي الواحد يوقف حياته، يستمر حياته الطبيعية، نحاول أن احنا نخلي يرجع إلى عمله بأكبر قدر ممكن من 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 التواصل مع المريض، إعطاه الجرعات المناسبة من العلاج حتى يستطيع أن يستمر في العلاج لسنوات طويلة وبأفضل صحة بإذن الله. بإذن الله. دكتور، ذكرت أن في دولة الإمارات لله الحمد يتم استخدام الروبوتات. نعم. في عملية العلاج اليوم، علاج أمراض. نعم. السرطان. نتكلم عن التطورات الحديثة والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي تستخدم في دولة الإمارات لعلاج أنواع كثيرة من السرطان. نعم. طبعا معظم الناس يعتقد أن في دولنا الخليجية أو في دولة الإمارات لا توجد تقنيات حديثة، يتجه الجميع يعني بعض الأحيان إلى السفر للخارج. نعم. لطلب علاج. نعم. بكل بساطة التقنيات موجودة، الخبرات موجودة، التقنيات الحديثة بما فيها الروبوتات، الطب التشخيصي الخاص لكل مريض، العلاجات المناعية، العلاجات الحديثة متوفرة. الحمد لله. يعني حتى أحد الأدوية بذكرها تم ترخيصها في الولايات المتحدة قبل عدة أشهر، كانت دولة الإمارات الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تقوم بتسجيل هذا الدواء في دولة الإمارات، أول دولة في الشرق الأوسط تقوم بتسجيله. طبعا هذه الجهود يعني يمكن تخفى على كثير من الناس، ولكن احنا كمطلعين متخصصين في هذا المجال نتابع هذه الأمور عن كثب، وأيضا نقوم بدعم هذه المبادرات لتوفير جميع الأدوية الحديثة والطرق الحديثة لعلاج مرضى السرطان دولة الإمارات. جهود كبيرة أكيد تشكرون عليها دكتور، يعطيك الصحة والعافية. نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة. جزاكم الله خير ونراكم عما قريب بإذن الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتور حميد بن حرمل الشامس استشاري الأورام والسرطان، وكذلك أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة، على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة.